بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم. حلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم، قناه النادي الاهلي. والنهارده هيكون اخر لقاء ان شاء الله بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا في ختام الدوري الممتاز وموسم غير جيد للنادي الاهلي. يعني خلينا نقول يعني نتكلم يعني بالحقائق شويه. في اسباب كتير، منها فنيه ومنها خارجيه، تحكيم وضغط مباريات وعدم انتظام مسابقه، لكن موسم بينتهي النهارده، موسم بينتهي النهارده. بس خلينا اتكلم على موضوع الموسم برضه. احنا بنتكلم على موسم ايه؟ موسم محلي، في فرق، موسم محلي. بس لما نتكلم على السنه او الفتره كلها او الموسم كله، انت جبت ايه وخسرت ايه، جبت ايه وخسرت ايه، هتلاقي برغم ان احنا اللي بنقول ان الموسم غير جيد بالنسبه لنا، شوفوا مكاسب النادي الاهلي وشوفوا البطولات اللي حققها النادي الاهلي في خلال الموسم ده، بطولات الخارجيه، ارقام مش انا اللي بقولها، شوفوا البطولات اللي جابها النادي الاهلي والارقام اللي حققها النادي الاهلي في خلال الموسم. على المستوى المحلي، ايوه ما كانش موسم جيد بالنسبه لنا، في اسباب مننا وفي اسباب خارجيه زي التحكيم وخلافه. لكن لما نيجي نتكلم على الموسم المحلي، كلنا مش مبسوطين. في حاله عدم رضا عن ترتيب النادي الاهلي في الدوري، بمناسبه ترتيب النادي الاهلي صحيح في الدوري هذا الموسم، وده امر غير طبيعي، ما بيحصلش غير كل 30 سنه مثلا مره. يعني تخيلوا حضراتكم ان المركز الثالث للنادي الاهلي السنه دي، النادي الاهلي قبل كده اتحقق من 30 سنه، اتحقق ده، خلي بالك ده رقم سلبي. احنا المفروض ان احنا بنتكلم على الارقام الايجابيه، نقول احنا حققنا رقم ايجابي، ولكن النادي الاهلي كله بيتكلم عن النادي الاهلي المركز الثالث دلوقتي، وكأن المركز الثالث دلوقتي، المركز الثالث بقى حاجه غريبه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي. هو حاجه غريبه جدا فعلا، ولكن النادي الاهلي ادى مش عايز اقول ادى عظمه، ادى تقدير للمركز الثالث. تخيلوا لما كله سايب كل حاجه وبيتكلم عن، بيتكلم بس عن ان النادي الاهلي احتل المركز الثالث. من 38 سنه النادي الاهلي ما احتلش المركز الثالث. بصوا بقى عظمه النادي الاهلي. النادي الاهلي صاحب التاريخ الكبير والشعبيه الكبيره والصولات والجولات على منصات التتويج. شوفوا حاله الزعل وحاله عدم الرضا وحاله مش عايز اقول بقى ان الناس كلها قلبت، اللي هي جماهير النادي الاهلي كلنا بصراحه، يعني متضايقين اخر دقيقه، زي ما يكون فعلا عندنا ميت، في حاله حزن عام. ليه؟ لان الاهلي خد في 38 سنه او بعد 38 سنه المركز الثالث. تخيلوا حضراتكم، دي عظمه النادي الاهلي. لان انت بتتكلم عن ايه؟ اي مركز غير المركز الاول بالنسبه للنادي الاهلي يعتبر خساره. يعني احنا في الاهلي ما بنبصش على لا الثاني ولا الثالث. في ناس بتقعد بالسنين بتاخد تاني وتالت ومفيش مشكله بالنسبه لها، بالعكس ده بالنسبه لها بيعتبروه انجاز. لما بتاخد بطوله وبطولتين كل 10 سنين ولا كل 6 7 سنين بيعتبروه انجاز. احنا مش كده، دي عظمه النادي الاهلي، ودي عظمه جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي اصلا زعلانه دلوقتي على اللي حصل السنه دي. ليه؟ لان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والمنظومه بتاعت النادي الاهلي عودتها على حاجات غير كده خالص. انما لما تيجي تتكلم على التاريخ، هو في نادي في العالم كده؟ النادي الاهلي. هتقول لي طب تعالى نشوف مثلا في انجلترا المان يونايتد، لا وساعات بيوصل الرابع والخامس والسادس ما بيعملش كده، حتى جماهيره ما بتعملش كده، ولا احنا بنعمل كده، يعني اللي هم الجماعه اللي هم المتعصبين للمان يونايتد. انما احنا هنا غير. ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو، بتتكلم روما، يوفنتوس، بتتكلم على باريس سان جيرمان، انت بتتكلم على فرق عريقه وتاريخ كبير جدا 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 في عالم كره القدم. النادي الاهلي مش كده. الفرق دي خسرت بطولات كتير، وخسرت بطوله الدوري المحلي عندها، وخسرت الكاس، وخسرت في اوروبا، خسرت كتير جدا، وخدت التالت والرابع والخامس على مدار سنين كتيره، الا النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم وتقرا التاريخ، تيجي تشوف تاريخ النادي الاهلي، هو صاحب نصيب الاسد من جميع البطولات اللي شارك فيها.
بطولات كتير جدا جدا جدا، وصل رصيده للبطولات في الدوري العام 42 بطولة. طب اللي بعده كام؟ 14. الكاس، كاس مصر 37 بطولة كاس مصر. اللي بعده كام؟ 28. طيب 7 مرات بطولة كاس السلطان حسين، 16 مرة بطولة دوري القاهرة، 11 مرة بطولة كاس السوبر المحلي، ومرة واحدة كاس الجمهورية العربية المتحدة، و10 مرات دوري ابطال افريقيا، 4 مرات بطولة افريقيا الاندية ابطال الكؤوس، وبطولة الكونفدرالية مرة واحدة، كاس السوبر الافريقي 8 مرات، مرة واحدة كاس الافرو اسيوية، 4 مرات بطولات الاندية العربية، فضلا عن حصوله على برونزية كاس العالم للاندية 3 مرات. ده تاريخ النادي الاهلي، والارقام والبطولات شاهد على عظمه هذا الكيان الكبير. عشان كده احنا زعلانين، احنا زعلانين ومتضايقين، لان مش من طبيعه النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ان يخسر مرتين ورا بعض 2 دوري. ولكن مع كده انا بقول لحضراتكم، شوفوا البطولات اللي جابها النادي الاهلي وهو خسران بطوله دوري وبطوله كاس. البطولات الافريقيه اللي جابها كاس، اللي جابها النادي الاهلي، وبرونزيه كاس العالم اللي جابتها لعيبه النادي الاهلي. فخر لكل اهلاوي. من حقنا كجماهير نمشي مرفوعين الراس بعظمه وتاريخ هذا الكيان. محدش يهزك. البعض حاقد، البعض بيحاول ينيل منك، لان النادي الاهلي كبير وليه تاريخ عظيم بالارقام اللي انا سردتها دلوقتي. يمكن انا سردت حاجه بسيطه جدا 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 من تاريخ النادي الاهلي اللي كل الاهلاويه حافظينه عن ظهر قلب. لكن التفكير غير، التفكير غير. احنا لينا تفكير معين، احنا لينا هدف معين، احنا لينا مبادئ وقيم وتاريخ كبير جدا جدا جدا، محدش يقدر يتناساه. هتروح من التاريخ فين؟ هو ده التاريخ. لكن النادي الاهلي حاجه كبيره جدا جدا جدا، هو وجماهيره. النادي الاهلي وجماهيره ما بيعيشوش على التاريخ، لان لو عاش على التاريخ هنعمل زي فرق كتير غيرنا. لا، احنا دايما بنبص قدامنا. تبقى كسبان بطوله بتبص قدامك، وده اللي خلى النادي الاهلي في حته تانية خالص خالص خالص، بعيد عن كل الانديه، مع احترامي لجميع الانديه. زي ما بقول لكم بقى على موضوع النادي الاهلي، عايز اكلمكم على لعيب كبير في النادي الاهلي. انا فعلا يعني عايز اقول ان من عظمه النادي الاهلي ان هو ما بينساش ابدا 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 تاريخ نجومه. اللعيب ده هقول اسمه في الاخر، لما بيلعب تشعر فيه فعلا بروح الفانيلا الحمراء، وبينقلها لجميع زمايله برغم من ان هو اكبر اللاعبين سنا. ويمكن لولا الاصابات الموسم ده كنا شفنا كتير جدا 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 من نجمنا ده، ولكن هي دي كره القدم. نجمنا ده نجم كبير جدا، ليه تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، حقق بطولات، خليني بقى اتكلم عليه، حقق بطولات بتاريخ انديه اكتر كمان من تاريخ الانديه، او اكتر من الانديه اللي حققت بطولات في ال 11 سنه اللي هو انضم فيها للنادي الاهلي. نجمنا ده انضم للنادي الاهلي في 2011، يعني النهارده يبقى له بالظبط 11 سنه. حقق فيهم ايه؟ خلينا نتكلم برضه بارقام. حقق فيهم 21 بطوله. معناها ايه ال 21 بطوله في 11 سنه؟ يعني تقريبا بطولتين كل موسم. ده احنا بنشوف انديه في 11 سنه حققوا بطولتين ومالين الدنيا افراح وبيتبصوا ويقول لك انجازات واعجازات، اقل من رصيد الحاوي، حاوي النادي الاهلي كابتن وليد سليمان. النجوم كتير في النادي الاهلي. عايز اوجه برضو رساله للاعبين الناشئين في النادي الاهلي. على مدار جميع الاجيال كان اللاعب الناشئ وهو في النادي بيبص لمين؟ اي نادي، مش عايز اقول النادي الاهلي بالذات، بيبص للفريق الاول. مين اللعيبه اللي في الفريق الاول؟ مين النجوم اللي في الفريق الاول؟ واحد زي وليد سليمان كده، وفي غيره كتير في النادي الاهلي، لكن انا بتكلم على وليد سليمان دلوقتي. ده قدوه، انا اقتدي بهذا اللاعب، انا ناشئ ابقى عيني على اللعيب ده، على الكابتن وليد سليمان. الفنيات مختلفه، الموهبه طبعا المواهب قلت، ولكن مش كل اللعيبه شبه بعض. انما بص على روحه وهو بيلعب، بص لما بينزل دقيقتين، ده مره نزل دقيقتين جاب جول، وبعدين ايه؟ ما يعني ما اتضررش ولا حاجه، المدرب قال له هتنزل دقيقتين، نزل اخر دقيقتين. اول ما نزل جاب جول. وما بيتكلمش، ما بيعملش مشاكل. ده لعيب قدوه،
انا اقتدي بيه انا كناشئ. ويمكن من ايجابيات المرحله اللي فاتت، طبعا في سلبيات وايجابيات وهنتكلم عليها في خلال الموسم اللي فات المنتهي مع نجومنا الكبار، ولكن من ضمن الايجابيات اللي حصلت في نهايه السنه اللعب بالناشئين، ورتنا رؤيه للجميع، في ناشئين ظهروا بمستوى طيب، في ناشئين لا لسه قدامهم يعني فتره، في ناشئين يعني لا بعاد عن النادي الاهلي، ولكن الفرصه دي كانت فرصة جيدة لإثبات الوجود. شفنا مصطفى شوبير، شفنا زياد، شفنا محمد أشرف. في ولد عجبني الماتش اللي فات ولكن ما خدش حقه، بس أنا عايز أتكلم عنه. اسمه محمد أحمد شرقية، سردباك. أنا وأنا صغير كنت بتفرج على لعيبة النادي الأهلي، كان في عندهم فريق اسمه فريق الأمل، النادي الأهلي زمان. كان ماسكه الكابتن مفتي ابراهيم وكان الدكتور عمرو ابو المجد، وكانوا بيلفوا في جميع المحافظات بيلعبوا فريق الامل ده. كان من ضمن فريق الامل طبعا مع الفوارق الكبيره يعني كابتن ماهر همام. فالكابتن ماهر همام كان ملفت جدا مستواه في السن دوت بالنسبه لصغر سنه، لا كنت تحس ان هو هيبقى لعيب كبير. ولما تيجي تتكلم عن منتخب مصر عبر سنوات كبيرة جدا 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 وكتيرة جدا، تقول لواحد حط منتخب مصر، حط أسماء منتخب مصر التاريخي، لازم الكابتن ماهر همام يكون متواجد مع الفوارق الكبيرة في الإمكانيات. إنما طلعت شرقية بتفكرني مع الفوارق الكبيرة بتفكرني بطلعت الكابتن ماهر همام زمان، واحد بيلعب على قد إمكانياته، واحد بيلعب بروح عالية جدا جدا جدا، عنده تصميم وإرادة وإصرار إن هو يبين إن هو لازم يكون له دور. يعني أنا مع إنه يعني ما كانش بارز قوي، إنما أنا كانت عيني عليه الماتش اللي فات، عجبتني روحه، عجبتني إصراره، عجبتني العزيمة بتاعته، عجبني إن هو عنده إرادة عايز يقول إن أنا هنا. حتى لو بغلط لا بنسى الغلطه وبعدين بفكر في الكره اللي بعدها، بحاول ان انا اثبت للناس ان انا جدير بارتداء الفانيلا الحمراء. عجبني. بس ولكن اهم حاجه في الحته دي بقى ايه؟ الاستمراريه. ممكن يكون له دور الفتره اللي جايه، ممكن ما يكونش ليه دور ويروح اعاره ويرجع تاني، ممكن برضه. دي كلها رؤيه المنظومه في النادي الاهلي والمدير الفني. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاجواء من فندق الاقامه بالنسبه لمباراه النهارده، ونرجع نكمل مع حضراتكم كلامنا. برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل استاد الاهلي والسلام، وقبل انطلاق مباراه الاهلي وسيراميكا في ختام مباراه الدوري المصري الممتاز جوله 34، المباراه الاخيره والجوله الاخيره نتمنى يكون ختامها يعني بشكل مرضي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. وطبعا زي ما حضرتك استعرضت واتكلمت برضو على وجود اللعيبه الناشئين امثال محمد شرقيه، ويعني النتائج اللي موجود اكيد بيبقى فيه ايجابيات في سلبيات طبعا يا كابتن ايمن، وحضرتك واحد من كباتننا طبعا اللي يعني عاصرت الاجيال كتير جدا في على مدار تاريخ النادي الاهلي، بيبقى فيه ايجابيات فيه سلبيات لكل مرحله، خاصه انت بتدفع بمجموعه من اللاعبين الناشئين في مرحله من اصعب المراحل. وطبعا طبقا لقرار مجلس اداره النادي الاهلي، قرار مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكمل ويستأنف مباراه النادي الاهلي باللعيبه الناشئين. خليني اقول لك النهارده المحاضره الاخيره او تفاصيل يوم لعيب النادي الاهلي النهارده كان في مقر اقامه الفريق، كان تناول اللاعبون وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 11 صباحا، وكان يعني مستر ريكاردو سواريش ساب يعني الافطار يعني ما يكونش يعني اجباري على اللاعبين، هي وجبه واحده للاعبين. ثم كانت المحاضره يعني معظم الكلام اللي اتقال في المحاضره هو كلام غلب عليه الطابع الوداعي شويه، يعني الكلام اللي بيتقال مع اللاعبين او بالكلام اللي من مستر ريكاردو سواريش للاعبين، يا ريت نختم استمتعوا النهارده، قال لهم كلام مهم جدا، قال لهم استمتعوا النهارده بالمباراه، استمتعوا بالمباراه اللي اخر ختام، عايزين نختم المباراه بشكل مرضي امام الجماهير. اشاد ببعض اللاعبين في الفتره الاخيره، يعني زي ما قلت لك كده من بعض اللاعبين ممكن تحسها رسائل وداع، لكن خليني اقول لك ان منذ لحظات اعلن مستر ريكاردو سواريش تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. هيكون في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه ثلاثه محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، وكريم فؤاد، على يمينهم احمد سيد عبد النبي، وعلى شمالهم محمد اشرف، اثنين في دايره المنتصف ميدو نبيل ومحمد فخري،
قدامهم مثلث هجومي مكون من لويس ميكيسوني واحمد عبد القادر وراس الحربه احمد سيد غريب. على مقاعد بدلاء النادي الاهلي في هذه المباراه موجود 7 لاعبين يا كابتن ايمن: حمزه علاء حارس المرمى، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد احمد شرقيه، علي عمرو، ومحمد محمود. 7 لاعبين موجودين على مقاعد البدلاء. عايز اقول لك ان هنا الاستاد او المسؤولين في استاد الاهلي والسلام يعني الملعب جاهز على يعني افضل صوره وافضل مشهد شايفينه لاستقبال هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي اللي حريص ان هو يكون موجود النهارده لاخر مباراه، جمهور النادي الاهلي على الرغم من قله عدده لكن ان هو موجود النهارده انه يوصل رسائل للاعبين ان احنا موجودين في ظهر اللاعبين. اعتقد رسائل على الرغم من قله عددهم لكن اعتقد وجودهم مؤثر جدا، وصوتهم للاعبي النادي الاهلي اعتقد هيكون له تاثير كبير ان شاء الله في هذه المباراه. ونتمنى الختام ان شاء الله بشكل مرضي. وزي ما حضرتك سامع ادي صوت جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن، انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا روى، لو حابب تكمل كمل يعني مفيش مشكله روى. طبعا حبيبي يا كابتن ايمن. عايز حبيبي يا روى، عايز اقول حاجه بالنسبه للي قاله فاروق على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عودتنا دايما دايما انها ورانا في كل حته، ورانا في كل حته. خلي بالك حضراتكم مش في الملعب بس، مش حتى خارج الملعب. يعني جماهير النادي الاهلي اللي بيحصل له اي اصابه او اللي بيحصل له اي ظرف او اللي بيحصل له اي حاجه صعبه تبعده عن الملاعب شويه او يعني تحس حتى ان مش في مستواه، جماهير النادي الاهلي بتفضل على تواصل معاه وتشد من ازره وتفضل وراه وتفضل تسنده وتفضل تدعمه. على فكره كلنا مرينا بالحته دي، وكلنا كانت جماهير النادي الاهلي بتقف ورانا، واللي يجي لنا البيت واللي من النادي ياخدنا لو احنا مش قادرين يوصلنا البيت، ويقعد تقعد تسال علينا على طول وتتصل بينا وتجي لنا ده جمهور النادي الاهلي. فالطبيعي الطبيعي من جمهور النادي الاهلي النهارده ان يكون فعلا في نسبه منهم متواجده في الملعب. بس دي بتوصل رساله، رساله جماهير النادي الاهلي كلها ان احنا وراكم، ان احنا بندعمكم. ايه يعني بطوله راحت ولا بطولتين راحوا؟ لا، لكن انت هترجع اقوى من مكان. على فكره في ناس نسيت التاريخ، بس انا بحب اذكرهم. الكلام ده حصل قبل كده 2003 2004، حصل الكلام ده، ولكن النادي الاهلي رجع اقوى من مكان. 92 93 حصل الكلام ده، ولكن النادي الاهلي رجع اقوى من مكان. قاعد ياخد البطوله 6 7 سنين النادي الاهلي، البطولات مش البطوله. فالكلام ده حصل قبل كده، ولكن الفرق الكبيره اللي هي من عينه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيضاهي اكبر الفرق العالميه. حتى الفرق العالميه لما جينا نستعرض الارقام حضراتكم، لا في فرق كانت بتاخد الرابع والخامس والسادس من الانديه العالميه، وكان عادي بالنسبه لها الموسم اللي بعده احتمال تعوض، الموسم اللي بعده ممكن ما تعوضش، تاخد ثالث تاخد رابع. انما احنا مش متعودين لا على تاني ولا على تالت، احنا الامور بالنسبه لنا غير. الكلام ده ازاي بيحصل؟ احنا لما بيحصل لنا كبوه وبنقوم من الكبوه دي بسرعه بفضل ربنا والجمهور اللي قدامكم ده، بفضل الجمهور ده لايف من الملعب، بفضل الجمهور ده. جمهور النادي الاهلي، بص عظمه جمهور النادي الاهلي، بص فرحه جمهور النادي الاهلي كانه واخد بطوله، بالظبط كانه واخد بطوله. هو ده يعني حاجه تقشعر الجسم، حاجة تحسسك بالفخر فعلا ان دي جماهير النادي الاهلي، تحسسك بالفخر ان انت منتمي لنادي عظيم زي ده، وراك جماهير عظيمة جدا 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 زي دي. بصوا حضراتكم الفرحة، بصوا حضراتكم الناس وهي بتشجع، تحس ان فعلا انت النهاردة بتستلم درع دوري مثلا. بص الجمهور رايح بيوصل رسالة للعيبة النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة ومجلس ادارة النادي الاهلي. لا احنا وراكو، مهما حصل احنا وراكو. ايه اللي حصل؟ انا بقول لحضراتكم ايه اللي حصل. خدت المركز الثالث بقالك 38 سنه ما خدتش مركز ثالث. المركز ده بعيد عننا، هو والتاني مش في بالنا خالص. ولكن بصوا الجماهير بتعمل ايه، دعم ومسانده ورا النادي في احلك الاوقات، في الصعوبات بتلاقيهم قبل الافراح. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللي عودنا عليه جمهور النادي الاهلي. انا افتكر مره في اوائل التسعينات
بدأنا الموسم وحش جدا 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 جدا. المهم هنا في الآخر رابع وخدنا كاس مصر في النهائي من نادي الزمالك 2-1. عايز أقول لحضراتكم من أصعب السنين اللي عدت علينا، مين اللي هون علينا السنة دي؟ جمهور النادي الأهلي العظيم. والله العظيم كنا بنحس كل ماتش احنا متعادلينه مثلا او خسرانين ان احنا كسبانين. الجمهور زعلان ومتضايق، بس بيوصل لنا دي بصوره بحيث انها ما تجرحكش، انما تحسسك ان انت لا كان في تقصير، انما احنا وراكوا. ويقعدوا يتصلوا بينا ويجوا لنا للتدريب. كنت تشوف التدريب في الملعب مختار التتش، الاستاد كله مليان كانها مباراه. حتى في الموسم ده كان الملعب كله بيبقى متقفل في التدريبات عشان بسبب جمهور النادي الاهلي العظيم ده، عشان نطلع من اللي احنا فيه، عشان كانت كبوه زي بعض الكبوات اللي بتعدي علينا. ما انت مش هتبقى كل السنين حلوه، مش هتاخد كل البطولات انت لوحدك، ما في برضه بعض الانديه بتلعب معاك، في بعض الانديه بتنافسك، وان كانت كل خمس ست سنين مثلا بياخدوا بطوله، ولكن يعني ماشي تنازل مره يا سيدي، بيبقى عندك تقصير في بعض الاوقات، ماشي مفيش مشكله. انما جمهور النادي الاهلي العظيم ما كانش بيسيبنا ابدا، زي الصوره اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي دي. بالرغم من ان انت خسران دوري وخسران كاس مصر السنه اللي فاتت وخسران دوري السنه اللي فاتت، بصوا تشجيع الجماهير كانك فعلا واخد البطوله. دي رساله للناس كلها، رساله للناس كلها، دعم من جماهير النادي الاهلي للمنظومه كلها، المنظومه كلها، منظومه النادي الاهلي اللي هي عارفه هي بتعمل ايه، اللي هي عارفه الفتره اللي جايه ازاي نطلع من الكبوه دي. ولازم جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان تثق في هذه المنظومه، وانا متاكد مليون الميه ان هم واثقين من هذه المنظومه، واثقين ان الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى افضل من الفتره اللي فاتت. فاصل، بعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال. انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم مشرفنا. كابتن اهلا وسهلا بيك. اهلا كابتن ايمن، عامل ايه يا كابتن؟ كويس الحمد لله، تمام الحمد لله. كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. اهلا بك يا ايمن. نعم. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. كابتن احمد بلال، ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، شرفنا برضه. بس زعلان منك، مش بتردش عليا. زعلان مني؟ لا ما بتردش عليا، انت عارف. لا كابتن، ما بتردش عليا، انا بقول لك قلت لك الموضوع مش هينفع اقوله، ما ينفعش اقوله على الهوا. كان في ظروف. انا ظروف كابتن علاء عارفها. انا عارف، مش هينفع اقوله على الهوا. كابتن شريف، كنت بتكلم في الانترو على كابتن وليد سليمان، يستحق مننا كل اشاده. طبعا وليد يا من اللعيبه الجميله اللي ادت الحقيقه مشوارها في المستطيل الاخضر باداء فني رائع الحقيقه في اي مكان لعب فيه. كان انا حضرته في بتروجيت مع كابتن مختار، وحضرته طبعا لما جه النادي الاهلي، واللعيب ما خدش وقت كتير قوي عشان يندمج داخل صفوف النادي الاهلي. صحيح، في وقت كان الدخول فيه برضو مش سهل يعني. ف لا، لعيب حائز على كم من بطولات كبير جدا في الفتره، 21 بطوله في 11 سنه، يعتبر يعني كل سنه بطولتين تقريبا، يعني مظبوط. في انديه ما خدتش بطولتين ومعديها بكتير. بكتير قوي. ف لا، وليد مسميناه في الاخر الفاكهه. ايوه، بينزل يحرك الدنيا، يديك الكره الجميله اللي هو بيلعبها. ده من المواهب اللي احنا بنقول قلت. كل ما الكره بتطلع لقدام بنتجه لاسلوب الدفاع اكتر. ده راجل ناقل الحركه بسرعه جدا، وعينه على الجول وشويط وبلاي ميكر، وعنده مميزات كتيره جدا في الملعب تخليه وليد سليمان زي ما مكتوب كده ليجند. الحقيقه نشكره على الاداء الجميل جدا اللي قضاه في حياته الكرويه، اذا كان داخل الاهلي او خارج النادي الاهلي، في اي حته لعب فيها. بنشكره بجد يعني، وقبل ما نشوف وليد سليمان الصغير يكون موجود باذن الله. باذن الله. انت بطلته كده؟
هو مفروض كابتن علي يعني انت بتسالني عنه ليه يعني؟ لا انا ده اليوم بتاعه النهارده. لا ده راجل كبير يعني في الفريق، كبير مش كبير سنا، نجم. انا بقول لك انتوا النهارده عاملين له اليوم، يعني عاملين له اليوم ليجن النهارده، بنحتفل على اساس النهارده نهايه الموسم، النهارده في نهايه الموسم بتاعه ولا كل الحياه. لا لا انا بتكلم على نهايه الموسم، ماليش دعوه بس أيوه. يعني تراب يعني عامل لي فخ. اوكي عامل لك فخ، عامل لك فخ. كابتن علاء دايما بتحب تشيد ب طبعا وليد سليمان على طول، يمكن هو من اقرب اللاعبين الى قلبك. مش عشان حاجه غير ان هو نوعيه من الناس، انت نوعيه بني ادم بتحب دايما موجود في النادي الاهلي. يعني وليد من النوعيه اللي حتى قبل ما يجي النادي الاهلي احس ان هو لعيب، مش هتكلم على مستواه الفني، مستواه الفني لا جدال عليه، مفيش حد في مصر اختلف عليه. هنتكلم على الصفات اللي انت بتحبها في لعيب الكوره. راجل بيحب شغله قوي، حماسه قوي، ما بيحبش الخساره، تحس في حاجات كده، في صفات. ده الكلام ده قبل ما يجي النادي الاهلي، انت بتتمنى النوعيه دي تبقى عندك. فتخيل النوعيه اللي انت بتتمناها دي جت عندك كمان وسط المجموعه الممتازه اللي هو كان فيها وليد، لحد طبعا ما كان في المجموعه دي. وليد في حاجه ايمن دايما بتكلم فيها هنا في الاستوديو، في ناس تاخد بالها منها وفي ناس ما تاخدش بالها يعني، بس هو الكلام موجه للغالبة اللي لسه طالعين. مظبوط. ناشئين شويه طالعين، مش ناشئين اللي هو يعني بدا يلعب واسمه تعرف. دايما بقول كلمه، انك انت ربنا مديك نعمه مش مديها ناس كتير قوي. حافظ على النعمه دي واشكر ربنا عليها، واعرف ان انت في حته تانية خالص، ملايين 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 يتمنوا موجودين فيها. الراجل ده عمل الحته دي، هو في المكان ده من قبل ما يجي النادي الاهلي. هو عارف ان ربنا انعم عليه ان هو لعيب كوره عنده موهبه، وعنده موهبه وناس كتير قوي يتمنوا موجودين، وهتخليه في حته تانية خالص. هو وليد من يوم ما لعب كوره لحد ما النهارده مثلا احنا في اخر مباراه في الدوري، هو وليد عايش في الحته دي، عايش ان عارف ان هو ربنا انعم عليه بنعمه فبيحافظ عليها بقدر الامكان. عشان كده وليد وصل للمكانه بتاعت النهارده عند جماهير الكوره كلها وجماهير النادي الاهلي خاصه، ان هو حافظ على النعمه اللي ربنا اداها له. وربنا كمان اللعيبه الناشئين تبص لوليد قدوه طبعا. انت وانت لعيب صغير كنت حاطط في عينيك مثلا على نجم من النجوم، كويس انا ماشي تبع اتجاه النجم ده، كويس. انا ان شاء الله اتمنى ان انا ابقى في يوم من الايام زيه او في يوم من الايام ازامله. بتبقى حاطط لعيب برضو في برواز كده، ان كويس. انت تتمنى ان انت تبقى حاجه زيه. يعني احنا دايما كنا متربيين جوه النادي بالظبط، يعني كابتن شريف وكابتن بلال، ويمكن انا يمكن انت جيت لنا واسامه جالنا، لكن احنا واحنا صغيرين قوي تربي جوه النادي شايفين اللعيبه قدامنا. مزبوط. انت شايفها، بس انا واحد من الناس عمري ما كنت اتخيل ان انا هزاملها. بالظبط. من كتر ما انا شايف اساطير قدامي، انت انت بتحاول تفكر في ايه. صح. يعني انت حتى ما ينفعش تتخيل، لان انت قدامك ناس جامده جدا جدا جدا. كن الحمد لله ربنا يعني سهل الامور، ربنا كرمنا والحمد لله، وقدرت اخش وسط الناس دي، فدي نعمه عند ربنا. حاجه من الاثنين، تحمد ربنا وتشكر ربنا عليها وتحافظ عليها، وده الاهم. مظبوط. تحافظ عليها للمره الثانيه، مش تلعب موسم اسمك يتقاس. المشكله الوقت ايمن ايه؟ زمان الحمد لله كانش فيه السوشيال ميديا والجرايد الكتير والمجلات الكتير، كان ممكن الواحد برضه دماغه تروح حته ثانيه، فالحمد لله كانش كده، ما كانش موجوده. الفتره دي او الفتره اللي بدا يبقى فيها اسم وليد، عايز حد عاقل، خصوصا في الانديه الكبيره طبعا، ما فيش اكبر من النادي الاهلي. ازاي تتعامل مع نجوميتك والنعمه اللي ربنا اداها لك دي جوه بقى النادي الاهلي؟ ان انت بره كنت نجم ومعروف وفيك حاجات كويسه، لما بتخش بقى النادي الاهلي اللي هو الانظار كلها، مش جماهير النادي الاهلي، الانظار كلها بتاعت الكوره عليك، على النادي ده. فانت جيت النادي ده وبقيت نجم، لكن الميزه الحلوه لوليد عمره ما افتكر ان هو نجم. مظبوط. عشان كده ايمن كابتن شريف بيتكلم على هو سنه ومش سنه، هو لحد الان موجود، لان هو قال انا مش نجم، انا ما وصلتش لحاجه، انا عايز ابقى احسن، عايز اكمل اكتر، عايز ابقى اخد بطولات اكتر، عايز ابقى متواضع اكتر. ودي اهم حاجه في الموضوع، ازاي كل ما ربنا يكرمك تبقى انت متواضع قوي، مش تلعب موسم تروح قاعد حاطط رجل على رجل، انا عندي عرض مش عارف ايه الجنان الرسمي. فعشان كده النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عايز نوعيه لعيبه زي تفكير، مش كوره، تفكير محكم عاقل كده، لان انت الانظار كلها عليك، كونك تتحكم في الموضوع ده كويس وتوصل للدرجه دي زي وليد،
دي حاجه فعلا الناس كلها تتمنى تبقى زي وليد. انا مش هتكلم على الكوره خالص يا ايمن، احنا كوره هو غني ان احنا نتكلم عن الكوره بصراحه، لكن سمات انا بتكلم بس هي دي اللي وصلت وليد لكده، غير ان هو على مستوى الاخلاقي او الانساني شخصيه جميله جدا، محترم جدا، طيب، بيحب يعمل خير كتير قوي قوي كمان من غير ما حد يعرف، طيب جدا، عارف يعني صفات بقى البني ادم ان انت تحب تتكلم معاه او تشوفه. أيوة. فطبعا وليد مش عايز اقول لك انت حاجه جميله، واكيد النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بيتمنوا يبقى فيه اكتر زي وليد ان شاء الله. صحيح. كابتن اسامه، يمكن عاصرت وليد وكابتن شريفه وكابتن علاء، يمكن تطرقوا لحته الواحد عايز يتكلم فيها شويه بصفه عامه، مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم على الدوري المصري او اللعيبه في الدوري المصري. هل اسعار اللعيبه في الدوري المصري مغالى فيها؟ قبل السؤال ده اتكلم على اتكلم عن وليد. سريعا طبعا وليد انا عاصرته وانا مدرب، هو كان لاعب يعني زي ما علاء وشريف قالوا من اكتر الناس المخلصين جم لفرقه النادي الاهلي، و عنده مميزات كتيره هي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النجم شخصيه النجم وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. ايوه. اللي هي الاخلاص، العطاء الكتير، استمراريه العطاء، لانه في ناس كتير جدا سواء كانوا في ناشئين او قلنا من انديه اخرى، يعني عارف مروا كده يعني كم ماتش او سنه وخلاص. أيوة. لكن وليد بقى له اكتر يعني حوالي 10 سنين بيلعب، شارك في بطولات كتيره جدا، ف يعني علامه من علامات لما تيجي نتكلم على اللعيبه بعد سنه وسنتين وعشرة و و و في من اول ما النادي اتبنى في لعيبه كده تملي الناس بتفتكرها بان هي ادت كتير قوي للنادي الاهلي. فوليد ما فيش شك واحد منهم، سواء على المستوى الاخلاقي او على مستوى العطاء الفني يعني. فنتمنى له التوفيق في اي شيء هو حابب يعمله ان شاء الله. بالنسبه للاسعار مبالغ فيها طبعا، ما فيش شك. مبالغ. بص يا ايمن، قيمه الدوري بقيمه التسويقيه للاعيبه اللي موجوده، يعني مثلا الدوري الانجليزي هتلاقي مكاسبه اكتر من ثمن اللعيبه اللي بتصرف عليها، حتى لو بتصرف عليهم مليارات، بس مكاسب اكتر. انت هنا معظم الانديه اذا ما كانش كلها ميزانيتها خسرانه في مقابل الدخل اللي بيدخل لها من الرعاه، من المكافئات، الدوري حتى لو مثلا النادي الاهلي بياخد دوري بياخد كام في عشان ياخد يعني ارقام ضعيفه جدا. الرعاه يعني يمكن النادي الاهلي هو يعني اكتر نادي يمكن الى حد ما مغطي وميزانيته يعني بسبب الرعاه، لكن معظم الدوري الانديه خسرانه. فازاي انت ألف به يعني بتصرف على حاجة بخسارة، يعني أنت مش مستفيد مكاسب أو على الأقل تبقى المصروفات قد الإيرادات. فطبعا ما فيش شك أنه أسعار اللعيبة فيها مغالاة طبعا، وحتى بقت أسعار المدربين فيها مغالاة في بعض، عشان برضو ما نقولش كله، لأنه في مدربين مرتباتهم ضعيفة جدا جدا جدا، يعني يمكن المدربين 5-6 انفار 7 انفار 10 انفار. والباقي تكلم على المدرب المصري ولا المدرب مصري واجنبي؟ خمس ست انفار هم اللي بياخدوا ارقام عالية جدا، الباقي معظم بياخد ارقام ضعيفة يعني، سواء في اندية كتير في الدوري الممتاز او حتى في الدرجة الثانية يعني. لكن ما فيش شك انه القيمه التسويقيه للاعبين اعلى من القيمه الحقيقيه الفعليه الواقعيه للمستويات اللي بتقدم، للمستويات اللي بتقدم ولقيمه الدوري المصري كتسويق. أيوة. قيمه وقيمه ميزانيات الانديه. طب وبناء على ايه يا كابتن بلال، او ايه المعايير اللي هي تقدر تتكلم من خلالها وتحدد مثلا سعر اللعيب ده كذا وسعر اللعيب ده كذا؟ هل مستوى بس؟ شوف يا كابتن، يعني اللي بيحصل في مصر في كرة القدم بشكل عام، مدربين أو لعيبة أو أي حاجة، الحقيقة
ده شيء يعني يدعو الى الدهشه. تمام، انك تبقى قاعد كده مندهش، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الارقام الخزعبلات ده؟ تمام، بجد يعني ارقام يعني مغالة فيها بشكل كبير. ال- 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 الحاجه الوحيده اللي تستحق الارقام اللي بتدخل لها هو النادي الاهلي فقط لا غير، من وجهه نظري يعني. هي. ليه؟ انت النهارده كنادي انت بتقارن دايما مع صفوه الانديه العالميه. مظبوط، دي رقم واحد. رقم اتنين، بطولاتك الافريقيه، بطولاتك المصريه، تواجدك على المستوى الافريقي والمستوى الدولي، مشاركتك في كاس العالم للانديه وحصولك على المراكز، دي كلها قيمه تسويقيه كبيره جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي كنادي اهلي نفسه. انما لما تيجي تتكلم على الدوري العام المصري وتتكلم على اللعيبه وتتكلم على المدربين، الحقيقه انت بتشوف يعني عجب العجاب الحقيقه بصراحه. يعني انت النهارده اللعيب اللي عليه خناقه بتوصل لارقامه اضعاف مضاعفه للرقم الطبيعي اللي ممكن يحصل عليه. وهل اللعيب ده فعلا يستحق ولا لا يستحق؟ تمام، 80% من اللعيبه المصريين تستحق الارقام اللي بتدفع فيها كترانسفير ماركت. تمام، وكمان كعقد. يعني انت النهارده مثلا احنا بنسمع على ارقام 17 مليون 18 مليون 19 مليون 20 مليون. طب انا هسالك بقى سؤال يا كابتن، معلش، ال 17 وال 18 هل كل الانديه تقدر تعمل القصه دي؟ هل في، ما هو اللعيب هنا هو نفس اللعيب في الحته دي. تمام، انت النهارده اللعيبه بقت بتبص للعيبه اللي جنبها، يعني المقاييس كمان ما بقتش مقاييس انا اسوء اللي ما سواش. لا، الكابتن انا بلعب معايا في الفرقه بقى كام؟ 8؟ لا ما قلش عن 8 يا عم، انت فين وهو فين؟ طب بقول لك يا كابتن بلال، هنناقش الموضوع ده برضو شويه، بس انت عاصرت وليد سليمان. طبعا وليد لعب معايا في منتخب ولعب معايا. لعب معايا؟ لعب معايا في منتخب مصر. طب رايك في مسيرته مشوار الكروي حتى الان؟ حتى الان انا ما قلتش مش زي كابتن شريف. لا خلاص، انتوا بطلتوا كوره، ما تقعدش بقى تقول لي حتى الان وامتى بطلتوا كوره. بطلوا هو كطريقه كلامك على وليد في الاول بالنسبه لكابتن شريف ان هو النهارده اخر اخر. لا انا بتكلم، لا عشان هو ده انا بصراحه متعاطف مع كابتن شريف ان هو انت كابتن عز، ده من اول ما التأثير ابتدى وهو بيقول اليوم ده يومك يا طه. عارف انت اليوم يومك يا طه؟ يعني انت طب قول رايك ونشوف ارقام وليد سليمان. انا مش عايز حد يتعاطف معايا. اتفضل يا كابتن بلال. انا شربت السؤال وخلاص. وليد حقيقي فعلا يتقال عليه ده لعيب النادي الاهلي. تمام، يعني في لعيبه كتيره جت لعبت في النادي الاهلي بس ما بيتقالش عليها ده لعيب النادي الاهلي. يعني عارف كواليتي او ابن من ابناء النادي. خد بالك، ابن انا مش بالضروره يكون يعني من ناشئين. يعني فاهم قصدي؟ ممكن يعني ده جه سماته الشخصيه بره الملعب، صفاته داخل الملعب، الطموح والرغبه المتجدده، فاهم قصدي؟ القتال ده، كل ده يساوي في الاخر اكوال لعيب النادي الاهلي، لعيب بشخصيه النادي الاهلي، عشان ما نبقى احنا ايه الكلام في مجاله الصحيح. تمام، لعيب بشخصيه النادي الاهلي، يعني اللعيبه اللي موجوده، كل الاسماء اللي موجوده دي، كابتن شريف، كابتن علاء، كابتن اسامه، كابتن ايمن، يعني احنا بنتكلم انتوا كلعيبه، لعيبه بشخصيه النادي الاهلي، يعني عندك روح، عندك انتماء، عندك ولاء، عندك محارب، عندك شخصيه في الملعب ما بتخافش. هي دي السمات اللي بيتميز بيها او بتتمتع بيها لعيبه النادي الاهلي الحقيقه. يعني وليد من اللعيبه دي، خد بالك، واللعيبه دي قليلا ما هم، يعني مش كتير الحقيقه. تمام، فانت لما بيجي لك لعيب بالطبيعه دي، خد بالك، بتحاول تحافظ عليه انت كنادي اهلي لاكبر فتره ممكنه في الملاعب. النهارده وليد سليمان، حب الناس ليه وتقدير اداره النادي الاهلي ليه وتقدير الجمهور ليه وتقدير الليجندز كلهم بتوع النادي الاهلي اللي قبل كده، كواحد من ضمن الاسماء الكبيره اللي دخلت النادي الاهلي وعملت مشوار جيد جدا جدا، اعتقد ده اكبر تكريم لوليد سليمان نفسه الحقيقه. هو هيلاقي الكلام ده، وخد بالك، هو ممكن النهارده يكون متعايش وبيلعب وبتاع، بعد ما يبطل كوره ويجي يقعد معانا في الاستوديو بقى وهيكمل بقى في النادي، ربنا يوفقه، هيحس بقيمه امكانياته وقدراته وقيمه النادي اللي هو بيلعب فيه. صحيح. الحقيقه يا كابتن علي، فيعني بتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. لو انتوا بطلتوه النهارده فاتمنى له مسيره جيده لو انه يكمل. تعال نشوف مع بعض بقى ارقام وليد سليمان. كابتن وليد سليمان لعب مع النادي الاهلي 11 سنه، 295 مباراه،
68 هدف، احرز 68 هدف وصناعه 48 هدف. عدد البطولات 21 بطوله. نبص عليهم بقى، 6 دوري في 11 سنه، 6 دوري في انديه كامله ما عملتش كده. لا انديه كامله ايه، كل الانديه ما عملتش كده الا النادي الاهلي. كاس مصر مرتين، سوبر مصري 5، ابطال افريقيا 4، سوبر افريقي 3، برونزيه كاس عالم 2، كونفدراليه 1. تعالوا نروح وليد سليمان، نجم فعلا يستحق كل الاشاده والتقدير. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تشكيل النادي الاهلي النهارده، مصطفى شوبير لحراسه المرمى، وثلاثي خط الظهر كريم فؤاد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، رباعي خط الوسط احمد سيد عبد النبي، محمد فخري، ميدو نبيل، محمد اشرف، وثلاثي المقدمه لويس ميكيسوني، احمد عبد القادر، احمد سيد غريب. مره ثانيه مصطفى شوبير لحراسه المرمى، ثلاثي خط الظهر كريم فؤاد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، رباعي خط الوسط محمد اشرف، ميدو نبيل، محمد فخري، احمد عبد النبي، وثلاثي المقدمه لويس ميكيسوني، احمد عبد القادر، واحمد سيد غريب. البدلاء حمزه علاء، محمد محمود، زياد طارق، محمد حمدي، رأفت خليل، علي عمرو، محمد احمد شرقيه. يبقى بدلاء النادي الاهلي النهارده 7 لاعبين فقط. كابتن شريف، نفس اسلوب وطريقه اللعب في ختام مباراه النادي الاهلي في الدوري الممتاز. مظبوط، بدخول محمد عبد المنعم مكان شرقيه. بالظبط. بس ده التغيير الوحيد اللي هو كان عن المباراه اللي فاتت يعني. بنتمنى لهم التوفيق النهارده، ويكون في اصرار على تيشيرت الاهلي بقى. يعني مهما كان مين بيلعب، مهما كان موجود في الملعب، خلاص خدتوا خبرات الفتره اللي فاتت، قابلتوا فرق كتيره، قابلتوا فرق كبيره، لازم يبان دلوقتي امكانيات كل لاعب موجود في الملعب. بدون الكلام المباشر، بدون انك انت في اخر مباراه هتسيب ذكرى بتاعه الجهاز الفني كله مع اللعيبه، مع هو ده النهارده اخر فرصه بالنسبه لك انك انت يبقى عندي انطباع عنك انك انت تقدر تلعب في النادي الاهلي، او انت لاعب النادي الاهلي، او انت تيشيرت النادي، او انت شخصيه النادي الاهلي. فدي فرصه كبيره برضو من الفرص اللي هي كانت متاحه بالنسبه للاعبين دول كلهم. يعني ممكن من خلال الماتش دوت حد يغير قناعات المدير الفني او لا، الكوره في كل يوم ليها شان وليها. انا كل يوم في وشك، انا لما بصيب وارجع ما اعرفش كنت هرجع ولا لا، انا لما بخش على تيم ما اعرفش انا هندمج. انا كنت بقول لك على وليد دخل جوه التيم واندمج بسرعه، لان شخصيته وحرفيته تسمح له يلعب معايا فريق. أي. تسمح له يكون موجود قبل ما يجي الاهلي كان في بتروجيت مثلا، فارق كبير جدا، انما بقى موجود واساسي وبيلعب. دي شخصيه اللاعب اللي انت بتدور عليها. فبالنسبه لكل اللاعبين الموجودين عندك، محمد عبد المنعم، ربيعه، بعتبر شوبير معاهم برضو، وكريم فؤاد، خلاص يعني انا بعتبر حارس المرمى دلوقتي من اللعيبه اللي هي تعتبر اساسيه في الفرقه يعني. الباقي كله من حقه النهارده، او من حقي عليه انا بقى النهارده، ان انا لما اجي اتكلم في الهاف تايم او اجي اتكلم بعد المباراه يكون اداني انطباع اللي هو هيروح بعد كده للراحه. يعني دي لعيبه رايحه للراحه كلها اكتر من شهر يعني. اول هتيجي قبل المباراه بتاعت افريقيا باسبوع او 10 ايام، يعملوا اعداد اسبوعين مثلا، يعملوا اعداد، هيخشوا في الفورم المختارين منهم. ايوه. انت النهارده بايدك انك انت تسيب لي شكل، وبرده بحسس على محمد محمود وزياد طارق. كويس، دول كانوا اتنين انا المفروض اتفرج عليهم النهارده بوقت كافي. في المباراه بوقت كافي، ان انا ما افضلش معلق يعني التحليل، او معلق تقييم اللعيبه ليه هم موجودين في المنطقه دي اللي هي بتاعت الربع ساعه والتلت ساعه وال20 دقيقه، او الا هم خلاص يعني دول بالنسبه للاجهزه الفنيه مصنفين خلاص البحث في اللي موجودين ده. وقت كنت اتمنى اللي انا بقوله في الاخر ده، يعني الاثنين دول يهموني جدا،
من اللعيبه البروميسنج الواعدين اللي الفرقه في الوضع الحالي فرقه محتاجاه جدا. ف ادي الفرقه اللي هتلعب النهارده، بنتمنى لهم كل التوفيق يا رب. بشكل متغير ان احنا نكون عندنا تعامل مع انهاء الهجمه كويس جدا، على طول التواجد في منطقه الجزاء الخصم، على طول نحس ان احنا زمام الامور في ايدينا والاستحواذ. يعني انا اللي بتمناه الروح هي اللي تقدر والحيويه يقدروا يعملوها امام فريق سيراميكا باذن الله. طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر اجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وبكباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. وخليني اخد المشهد من صوره الجمهور يا كابتن ايمن. مش ده جمهور فريق فقط بطوله الدوري في اخر موسمين، جمهور النادي الاهلي النهارده بيسجل رساله، بيسجل يعني لحظات للتاريخ. الفريق اللي جمهوره خسران او الجمهور اللي فريقه خسران الدوري في اخر موسمين موجود النهارده بيساند بيآزر لعيبه النادي الاهلي، بيوجه رسائل كبيره جدا. لكن النقطه الاهم هي لقطه التكريم لواحد من رموز النادي الاهلي، كابتن وليد سليمان. في نجوم مرت على تاريخ النادي الاهلي كان مكانها طي النسيان، وفي نجوم اتحفر اسمها في كل مكان. وليد سليمان واحد من النجوم النهارده اللي الجماهير بتكرمه، وفي لفته طيبه جدا يا كابتن ايمن، لاعب النادي الاهلي هيرتدوا تيشيرتات بتحمل صوره وليد سليمان، في لفته طيبه جدا لتكريم وليد سليمان ورساله حب ودعم ومسانده لوليد سليمان اللي خلاص اعلن اعتزاله. واعتقد لحظه مهمه جدا، ده النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل لواحد طبعا من اساطيرنا الكبار الكابتن وليد سليمان. شكرا جزيلا يا فاروق، واتكلمنا عن النجم وليد سليمان وادينا له حقه وهو يستحق فعلا الاشاده والتقدير. سيراميكا كليوباترا وتشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر احمد محسن، خالد صبحي، مصعب البطاط، محمود البدري، وثنائي خط الوسط الدفاعي محمد حسن محمد توني، ورباعي المقدمه شادي حسين، محمد ابراهيم، مصطفى سعد، ميسي، وباسم مرسي. مره ثانيه: عامر لحراسه المرمى، محمود البدري، مصعب البطاط، خالد صبحي، واحمد محسن لخط الظهر، ثنائي وسط دفاعي محمد محسن محمد توني، ورباعي المقدمه شادي حسين، محمد ابراهيم، مصطفى سعد، ميسي، وباسم مرسي. البدلاء: محمود شكري، علاء عطا، شريف عادل، صالح جمعه، مصطفى محمد، وليد محمود، عبد المنعم، عبد الرحمن رمضان، كوامي بونسو، وحمزه مجدي. كابتن علاء، سيراميكا كليوباترا بتقابل النادي الاهلي النهارده بطريقه 4-2-3-1. الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها السيراميكا والافراد مساعد، يعني 4-2-3-1 هنا 3-4-3، لكن هي دايما الافراد مساعده انك تلعب دي بالطريقه دي. مساعد احمد سامي طبعا. هو ايه الفرق بين احمد سامي في سموحه واحمد سامي في سيراميكا؟ مفيش فرق. الفرق لا خالص. انا ما تعرفش يعني اللي بيحكم الفرق بين مدرب ومدرب الفتره اللي قضاها مع الفريق. يعني سموحه مع احمد كان معاه مجموعه لعيبه ممتازه وكان بيأدي اداء هجومي كويس قوي وشكل وكل حاجه، فهي الادوات اللي معاك ايمن اللي بتخليك يبقى عندك الجرأه انك تعمل اللي انت عايزه، اللي بتفكر في الطريقه اللي تناسب المجموعه دي. يعني هو ده اللي بيخلي المدير الفني يشتغل. ما ينفعش مدير فني عنده مثلا مجموعه مهاريه مش اخويا قوي فيلعب بلعب اللي هو بيلعب مفتوح ويلعب 4-2-3-1 لا في مدرب يقول لك لا على حسب الامكانيات اللي عندي. لكن احمد حظه حلو بيروح انديه العناصر اللي موجوده عناصر كويسه تساعدك ان انت تظهر كمدير فني، تظهر بشخصيتك بتحكمك في الفرقه، هي مش سهله برضه ما عندك كل العناصر طبعا. دي لكن سيراميكا عامل طبعا عامل فريق محترم جدا جدا جدا، معظم لعيبته كويسه جدا، ما عندوش نقاط ضعف تقريبا قليله قوي، لازم حد يكون فريق قوي جدا ليقدر يظهر النقاط دي. لكن هو فريق شبه متكامل، عنده عناصر ممتازه في نص الملعب والاربعه اللي قدام كمان جامدين جدا، ولكن مركزه لا يتناسب مع امكانياته خالص. دي برده الغريبه شويه، ممكن يبقى اهدر نقاط كده برده كتير، ممكن تلاقي معظمها تعادلات برده يا امل. عارف المشكله انا ما اعرفش والله، لكن هي معظمها تعادلات. احنا بنتكلم انا وانت الاستوديو اللي فات وكان كابتن بيتكلم على 10 تعادلات على 10 تعادلات في النادي الاهلي، يعني سرحنا كده
ما حصلتش من فتره جامده جدا انك انت تعادلت التعادلات دي. التعادلات بتضيع منك نقاط انت مش حاسس بيها غير لما بتجمع معاك، يعني انت فاهم، تعادل مع تعادل مع تعادل، خصوصا النادي الاهلي ما بيلعبش على تعادل، النادي الاهلي بيلعب على مكسب. مكسب جه المكسب الحمد لله، ما جاش يبقى انت اللي خسران. صحيح. انت خسرت المباراه بتاعت النهارده، عشان كده بقول لك النهارده المباراه مش سهله على لعيبه النادي الاهلي. فريق سيراميكا فريق محترم جدا، حارس مرمى ممتاز عامر عامر، زي ما بقول لك انا شادي حسين، محمد ابراهيم، مصطفى سعد، وباسم مرسي، رباعي هجوميا قوي جدا. صحيح. خصوصا طبعا محمد ابراهيم لما بيتحرك في الثلث الاخير ويلاقي مساحات هيبقى مزعج جدا. عشان كده النهارده لازم الثلث الدفاع بتاع النادي الاهلي مش مطلوب منه زحمه، لكن مطلوب انك ازاي تقفل المساحات اللي موجوده في الثلث ده، تبعد. صحيح. كل خطوره عن مصطفى شبير، وتبدا على قد ما اقدر. الكلمه الاخيره ايمن، تقلل التمريرات المقطوعه. مزبوط. حافظ على كورتك، خليك كده بالبلد زي ما بنتكلم، خليك بخيل قوي والكوره معاك، لازم تروح لحد من لعيبه النادي الاهلي. وان شاء الله النهارده يبقى يعني مسك الختام زي ما بيقولوا في بطوله الدوري، تبقى مباراه ان شاء الله تليق بالنادي الاهلي وتليق باللعيبه الموجوده. كابتن اسامه، البدايه النهارده من الفرقتين، اعتقد النادي الاهلي بيلعب بنفس الاسلوب اللي هو قلنا بيلعب 3-4-3. انا مش بتكلم على طريقه اللعب، انا بتكلم على انه بيلعب محافظ على تنظيم الدفاعي في الاخير، التنظيم الدفاعي، بيلعب على هجمات مرتده. ده في معظم ماتشات سواريش الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، يعني اخر 4-5 ماتشات كلها كده، يعني ما شفناهوش مبادر قوي في الهجوم وبيضغط وكده. يمكن هو عارف امكانيات الفرقه، اللعيبه الصغيره، فهو بيحافظ على الشكل الدفاعي الاول، بعدين يبتدي يشتغل على هجمات مرتده او احيانا بسيطه بيضغط من الامام خالص. يعني اعتقد احمد سامي هيبقى العكس، زي ما قلنا مع طارق العشري، برضو احساسه ان الفرقه فيها 6-7 لعيبه صغيرين، هو عنده اسامي كبيره زي محمد ابراهيم، زي شادي، زي باسم مرسي، خبراتهم كبيره، يعني التوني، كل دول خبراتهم كبيره. فانا اعتقد انه هيبتدي مهاجم عادي جدا، خاصه ان هو يعني خلاص ما ولا هو نزل ومش يعني مركزه متاخر شويه، مش هياخد مركز متقدم قوي، اقصى حاجه هيوصل لها 40 نقطه وعنده 37 نقطه لو كسب، لو خسر 37 نقطه هيبقى نفس الشكل يعني. مظبوط. فانا اعتقد ان بقى عنده جراه انه يهاجم، اعتقد كده. أيوة. ده الاحساس بتاعي. هم عندهم طبعا خطوره في محمد ابراهيم، لعيب من اللعيبه المميزه، وانا شايف ان هو يستحق نادي اكبر من سيراميكا، يعني دي وجهه نظري الشخصيه، من افضل الناس اللي احترمنا السيراميكا بره. لا مع كامل الاحترام، ما اقصدش طبعا السيراميكا فريق كبير. أيوة. بس لسه صاعد ولسه بيبني نفسه. بالزبط. انا اقصد يعني طبعا. أيوة. احنا محترمين نادي سيراميكا طبعا، نادي كبير، لكن انا اقصد انه محتاج نادي من الانديه الكبيره. أيوة. يعني انديه مقدمه. بس مرسي عارفين خبرته وما بيقفش خالص في اي كوره، يعني تملي من المهاجم، من بيقول عليهم ايه، غلسين. أيوه. يعني أيوه. يعني بي عافر. أيوه. في كل كوره. أيوه. أيوه. شادي طبعا بيعرف يجيب جون، ولعيب يعني من المهاجمين الكويسين، فهم عندهم التلت الامامي ممكن يعني. وميسي برضو مهاري بالنسبه لنا احنا، مصطفى ميسي برضو مهاري. انا بقول لك مصطفى ميسي برضو مهاري، فهم التلت الاخير عندهم في خطوره، وزي ما انت قلت هو وضعهم اللي هم فيه لا يتناسب مع امكانياتهم. هم خسرانين الماتش الاخير ومتعادلين الثلاثه اللي قبليه، ليهم 34 جول عليهم 37، يعني ماينس 3. الغريب بقى ان هم متعادلين 16 تعادل. بالظبط. لسه كان كابتن علاء بيقول اكبر تعادلات كتير، اكتر نادي في كل الانديه السنه دي في الدوري متعادل. 16 تعادل كتير جدا. صحيح. يعني 32 نقطه بتتكلم عن و10 هزايم و7 مكسب، فهي نتائجهم مع احترام الكامل مش على قد الامكانيات اللي موجوده، يعني كان على الاقل يبقوا في السته الاولانيين ولا يعني. الامكانيات الماديه اللي صرفت. لكن نتمنى لهم التوفيق، ومعهم احمد سامي طبعا مدرب من الواعدين، والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. كابتن بلال، رؤيتك لتشكيل نادي الاهلي النهارده وجود زياد طارق ومحمد محمود على الدكه؟ احنا متفقين يعني ان خلاص يعني الماتشات الاخيره دي هي ماتشات الحكم على اللعيبه،
وانك بتدي كل بتدي لعيبه فرص عشان من خلالها تقدر تفكر فيهم هل هم مناسبين بالنسبه لك الفتره اللي جايه ولا لا. فانا اي تشكيل بالنسبه لي مش هيبقى له على اي علامات استفهام يعني، فاهم قصدي؟ الا في بعض الحاجات اللي انت بتاخد بالك منها. يعني النهارده انا عندي محمد محمود مثلا على دكه البدلاء بقى لهم حوالي 3 4 ماتشات، ما دايما احتياطي وبينزل تمام. فهل ده متفق عليه انه يقعد وهو اللي هو لعيب ثابت بالنسبه لو لو لو, لو مثلا افترضنا ان سواريش مكمل تمام، فهل هيبقى محمد محمود ده بره الحسابات ولا داخل الحسابات؟ وبتشوف بتفرج على بتشوف نفس ناس ثانيه بتحاول ان انت تقيم بعض اللاعبين الاخرين. هو الفكره كلها فكره تقييم. انت عندك ماتشات بتقيم فيها بعض اللعيبه اللي ممكن ينفعوا معاك السيزون اللي جاي او حد او ما ينفعوش، او اللي ممكن تعيرهم او اللي ممكن تستغنى عنهم. مين ممكن تحكم عليه بالبقاء، ممكن مين ممكن تحكم عليه بالرحيل، حتى كمان النادي كوجهه نظر. وحتى لو سواريش مش مكمل تمام، النادي كمان يقدر يحكم على بعض اللاعبين وياخد موقف في بعض اللعيبه، لان خد بالك انت الوقت عندك مش كتير، انت برضو الزمن بيحكمك، انت مطالب ان انت خلال او يعني فتره قليله جدا انك انت يبقى عندك حكم قاطع في اللعيبه اللي انت اللي هيقعدوا معاك او اللعيبه اللي هتمشي. الوقت عنصر الوقت مفيش، انت ما عندكش وقت خلاص. احنا النهارده داخلين في 1/9، انت الماتش اللي جاي عندك في كام؟ في 9/10 تمام. فانت وهتاخد تقريبا 10 ايام اجازه او اسبوعين. 10 ايام ده اكتر حاجه لو هتلعب 10/10/10 او 9/10، فانت لازم اكتر يعني فتره راحه بالنسبه لك تبتدي من 10-12 يوم عشان تقدر تبتدي الموسم الجديد، ويبقى عندك وقت ان انت تبتدي تعمل اعداد جيد بالنسبه للعيبه الموجوده. فدي فتره الحكم على اللعيبه من وجهه نظري يعني. باذن الله ربنا اتمنى التوفيق لك نادي الاهلي النهارده ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.